تحديثات براو ستارز الصينية، أحداث جديدة مع الفريق، سكنات قابلة للتطوير، وحدث تحدي العالم، وأخيرا كتاب المجموعة الغامضة. جميع التفاصيل في هذا الفيديو. وقبل ما نبدأ بداية الفيديو، اشترك بالقناة لأجل نوصل 50,000 قبل نهاية السنة. وبس خليكم يا الفيديو. المعلم فانج، تستطيع تلعب في هذا الحدث من خلال هذا الزر. جميع اللاعبين الموجودين داخل اللعبة راح يظهر عندهم هذا الزر. فكرة الحدث بكل اختصار انك لازم تسجل كل اسبوع داخل هذا الحدث لاجل انك تحصل على هاي التذاكر الخاصة بالثلاثين شبح. ومن هذا الكلام يعني هاي التذاكر كل اسبوع تدخل وراح تحصل منهن 30. واذا ما كنت تعرف انت باي وقت داخل اللعبة لاجل تدخل بالاسبوع القادم لاجل تاخذ هاي التذاكر، كاتبي لك الاحداثيات او موعد دخولك داخل اللعبة لاجل تحصل على هاي التذاكر. والشي الرهيب اكثر انك تقدر تدعو اصدقائك، بمعنى انك اذا تضغط على زر الدعوة راح تقدر ترسل لاي صديق موجود. الحد الاقصى راح يكون اكثر من 10 اصدقاء في هذا الحدث. واذا ما كان عندك اصدقاء تقدر تحصل على هاي التذاكر بدون ما تتعب نفسك من خلال انك تسجل اسبوع او نفس الاحداثيات الموجوده في هذه المهمه. شنو فوائد التذاكر؟ بكل اختصار بعد ما راح تسجل اول اسبوع راح تحصل على هاي التذاكر، وبعد ما راح تسجل دخول راح تحصل على 30 تذكره وراح تقدر تفتحها من خلال هذا الزر، وبعد ما راح تحصل على هاي التذاكر راح تفتحها راح تحصل على 3 ستار دروب، وهاي 3 ستار دروب احتمال يظهر لك شيء نادر من خلالها اذا كان حظك خرافي. يعني اذا تركز بيها تجمع جميع هاي التذاكر راح تحصل اكثر من 15 ستار دروب. الشيء السلبي، لازم تضيف اصدقائك لاجل تحصل على جميع الستار دروب لاجل جميع التذاكر الموجوده في هاي المهمه تنجمع. بهاي الحاله فقط عندك اسبوعيا لاجل تحصل على 20 تذكره، لهذا لازم تضيف اكثر من 8 اشخاص لاجل يصير عندك اكثر من 160 لاجل تنجز هاي المهمه. الحدث بدا يوم 4 سبتمبر وراح ينتهي يوم 19 سبتمبر، بمعنى راح يكون عندك وقت اذا قدرت انت واصدقائك تدخلون داخل اللعبه. يعني تخيل انك راح تضيف اكثر من 8 اشخاص لاجل 15 ستار دروب، او احتمال راح تحصل جواز اكثر. المهم راح اترك لكم جميع تفاصيل السكنات ومع الافكتات ومع كل شيء في نهايه الفيديو، فلهذا لست تكمل. حدث قتال العالم، فكره الحدث راح تكون نفس المغامرات الخاصه بالفرسان والنار. الفكره انك لازم تبدا من المستوى الصفر لحد ما توصل الى النقطه الاخيره هو الستار دروب الاسطوري. راح تقدر تحصل على تجربه مجانيه كل يوم انك تسجل في داخل اللعبه، بمعنى ان كل ما راح تسجل راح تحصل على تجربه مجانيه، وراح تضغط على هذا النارد وراح يعطيك رقم عشوائي تتقدم في هذه الخريطه. وجواز هذه الخريطه حرفيا جدا مدمره، راح تقدر تحصل على ستار دروب وراح تحصل على بلينج وذهب ونقاط تطوير، لكن اهم شيء انك كل ما راح تتقدم 6 بلوكات راح تحصل على ستار دروب اسطوري. لكن قبل كل شيء انظار لمستر بي، ليتس جو. المهم ما يحتاج انك توقف على شيء معين، مثلا لازم توقف فوق الستار دروب لاجل انك تحصله، بس راح تعبره او راح تعبر جميع هذني الاشياء راح تحصل هنا بشكل مجاني. الحدث بدا يوم 16 اغسطس راح ينتهي يوم 30 سبتمبر، بمعنى راح يكون عندك فتره جدا طويله، راح تقدر تخلص هذا الحدث بخمسة ايام او 3 ايام حسب حظك. جواز الحدث انك راح تحصل على اكثر من 1000 بلينج واكثر من 1500 جولد واكثر من 600 نقاط تطوير، واهم شيء اكثر من 5 ستار دروب اسطوري. يعني بس تخيل انك بس راح تسجل تسجيل يومي وراح تحصل على محاوله انك ترمي النارد وراح تحصل على ستار دروب اسطوري 5، يعني حرفيا شيء جدا رهيب. الكتاب الغامض، فكره هذا الحدث انه راح يكون عباره عن حدث جدا رهيب. طريقه دخول هذا الحدث من خلال انك تضغط على هذا الزر الموجود في اماميات اللعبه، يعني بكل اختصار تضغط عليه وراح يظهر لك هذا الحدث، لكن اذا ما ظهر لك نفترض انك تروح على زر المهام وتروح على اخر خيار وراح يظهر لك، واذا ما لقيت الزر من جميع الاماكن فاعرف انه الحدث انتهى. فكره هذا الحدث انك راح تطول ابطالك الى ليفل 11، وكل ما راح تطورهم راح تحصل على هاي النجمه. الفائده الاولى وهي اكثر شيء مهم حاليا في هذا الحدث انك اذا جمعت اكثر من 10 تطويرات من خلال تطور ابطالك راح تحصل على هذا الصندوق الازرق، بمعنى صندوق الكنز. هذا الصندوق بكل اختصار يعطيك جميع الابطال بنسبه معينه، انه يعطيك جميع الابطال مع الستار باور وبليفل 11 وكل شيء يخص هذا البطل، يعني احتمال انه يعطيك جميع ابطال اللعبه بليفل عالي مع الستار باور وكل شيء يخص هذول الابطال، لكن حرفيا نسبه جدا ضئيله. نسبه انه يظهر لك هذا الشيء حرفيا جدا ضعيفه، يعني تحتاج تفتح اكثر من صندوق، لكن اذا ظهر لك هذا الشكل فاعرف انه حظك جدا رهيب في هذا اليوم، راح يظهر لك كل الابطال وكل شيء داخل اللعبه من خلال هذا الصندوق الواحد. والفائده الثانيه ايضا ان كل ما راح تطول ابطالك راح يزيد هذا الشريط وتحصل على جوائز اكثر، يعني مو صندوق واحد، راح تحصل على صناديق اكثر واكثر، وكذلك راح تحصل على هذه الاجنحه. راح يكون عندك اكثر من شكلين في هذا المسار، راح تقدر تختار اي مسار انت تعجبك وراح تقدر تلبسها مثل الصناديق الموجوده في هذا الشكل. واخر فائده لهذه النجوم انك راح تقدر تفتح ملصقات داخل هذا الكتاب، وفائده هاي الملصقات انك راح تحصل على احجار كريمه جديده من خلال هذا الحدث، وفائده هاي الاحجار الكريمه الخاصه بالمستوى البالغ الندره والاستثنائي والاسطوري، هذني راح يكون حسب حظك من خلال الصوره، لكن اهم شيء فوائدها انه ما لها اي فائده حاليا، لكن احتمال اذا
فتحت جميع الصفحات الخاصة بهذا الكتاب راح تحصل على جوائز وتقدر تشتري من خلال هاي الأحجار الكريمة. ومثل ما قلت حسب حظك راح يظهر لك هذا الحجر، إذا كانت الصورة صغيرة راح يظهر لك بالغ الندرة، إذا كانت الصورة متوسطة راح تكون استثنائية، وإذا كانت جدا كبيرة فأعرف أنه حظك أسطوري. ومثل ما قلت لك طور أبطالك لأجل أنك تحصل على هذه الجوائز الرهيبة. الستار دروب المتضاعف. نفترض يوم من الأيام أنك تركت اللعبة لمدة 3 أيام وما أخذت أي ستار دروب أسطوري. حاب أقول لك أنه هذين الستار دروب راح نحفظن مثل هذا الشكل، بمعنى أن كل ما راح تلعب جيم راح تحصل 3 هين لأجل أنك تعوض 3 أيام اللي ما لعبت فيها. يعني نقدر أنه نقول أنه هي حافظة للستار دروب، ما لعبت باليوم الأول راح تنتظر اليوم الثاني وراح يصير عندك 2 ستار دروب في هذا المسار. نقدر نقول مثل المحفظة لكن للستار دروب. وهم ملاحظة أنك تقدر تحفظ فقط أكثر من 3 ستار دروب، بمعنى أنك ما راح تقدر تحفظ أكثر من هذين 3. يعني نقدر نقول أنه راح يساعدك بتفتيح الباكجات إذا كنت تريد تسوي تفتح باكجات في براوسرز الصينية. المهم انتهينا من كل شيء، ننتقل على أهم شيء حاليا هي السكنات. السكن الجديد باسم كوليت برج العذراء. أنيميشن السكن كوليت راح تفرح بعد ما راح تشوف هذا الكتاب ومن هذا الكلام الآخر. تأثيرات الضربة أنه كوليت راح ترمي بعض الورد، وهذا الورد إذا شاف هذا الشخص راح يظهر بعض القلوب، وحرفيا هاي الإفكتات جدا رهيبة لهذه السكنات. تأثير السوبر أنه كوليت بعد ما راح تستخدمه راح يظهر أكثر من جناحين وراح يكون باللون الأسود وراح يكون إلى تفاصيل حرفيا جدا رهيبة. تأثير القتل أنه أي شخص راح تقتله راح يظهر عبارة عن قليب وراح يظهر النيران بنفسجية وبعض التفاصيل والرموز جدا رهيبة. وكذلك السكن عنده تفاصيل أخرى أنه الهايبر شارج راح يكون أيضا إلى سكين أو نقدر نقول تأثير، وحرفيا راح يكون نفس تأثير السوبر. وأيضا السكن يحتوي على أنيميشن رسبون، بمعنى أنك بعد ما راح تموت راح يظهر هذا الأنيميشن جدا رهيب عبارة عن قليب وراح يتفتت وراح تظهر مع درع مختلف على الدرع العادي. لازم تعرف أنه هاي السكنات جدا نادرة، تقدر تحصلها فقط من بعض الأحداث مثل حدث كولت وشيل القديم. السكن الثاني بايبر ملكة البحار. بكل اختصار بايبر راح تظهر من السماء وراح تظهر فقاعة، وبعد ما راح تظهر راح يجمع بعض السمكات الوردية، وما أعرف ليش وردية. تأثير الضربة عبارة إنه بايبر راح ترمي طلقة من الألوان أو نقدر نقول من اللؤلؤ وراح يظهر عليها إفكتات جدا رهيبة، وإذا تضرب أي شخص من المدى القريب وظهر الأنيميشن راح يظهر عبارة عن نجمة متفتتة. أنيميشن السوبر عبارة إنه بايبر راح ترمي أكثر من 4 أسماك منتفخة شوكية أو نقدر نقول مدام نفخة، وراح يظهر لك إفكتات عبارة عن دلافين وشوية إفكتات جدا رهيبة. وأنيميشن القتلة أيضا نفس السوبر، إنه أي شخص راح تقتله راح يظهر 2 من الدلافين وراح يصعدن إلى الأمام أو فوق، يعني حرفيا إفكتات جدا رهيبة للأسماك. أنيميشن الرسبون عبارة إنه راح يظهر قوقعة من اللؤلؤ وراح تظهر مع درع جدا رهيب، وأيضا ما ننسى إنه لازم يظهر لك هذا الأنيميشن لأن حرفيا جدا رهيب. والسكن الثالث أدجار النجم البنفسجي. أنيميشن الدخول عبارة إنه أدجار راح يدخل من أكثر من ثقب أسود وبالأخير راح يظهر لنا بهذا الشكل وراح يظهر لنا أكثر من أيادي أو نقدر نقول فقط 2. تأثيرات الضربة عبارة عن قفازات، وحرفيا شكل هالقفازات جدا رهيب، وإذا تضرب أي شخص راح يظهر بعض النجمات البيض. وهذه أول مرة أشوف من سكنات براوسات الصينية ماكو أي إفكت للسوبر، فقط إنه راح يقفز بشكل عادي. أنيميشن القتل أي شخص راح تقتله راح يظهر عبارة من الثقب الأسود وراح يرمي لك هاي النجمة وراح يظهر لك بعض الإفكتات الرهيبة في نهاية الأنيميشن. أنيميشن الرسبون راح يظهر مثل الثقب الأسود وراح يظهر إن 2 من القفازات الخاصة بالسكن وراح يظهر مثل هذا السلطعون وراح يرسبن أدجار مع هذا الدرع الرهيب. السكن الرابع سكن بول فضاء، وحرفيا هذا يعتبر من أكثر السكنات اللي عندها أنيميشن مطول، بسبب انه راح يرمي اكثر من 3 اسهم وبعد شويه راح يتحول ويظهر له اكثر من جناحيين بشكل عملاق. تاثيرات الضربه رهيب رهيب رهيب، يعني تخيل انه راح يرمي لك اكثر من 3 اسهم عباره عن نجمات او من هذا الشكل الرهيب مع شويه تاثيرات جدا رهيبه. وانيميشن السوبر عباره انه راح يرمي لك اكثر من 3 ثقوب سوداء، يعني تخيل ثقوب سوداء هي يعني شكلهن، يعني انت بس ركز على الشكل حرفيا جدا مدمر. لكن اغرب شيء حاليا انه الانيميشن الخاص بانفجار السوبر راح يكون مبالغ به، يعني تخيل إنه الانفجار الواحد حجمه جدا مبالغ به مو نفس الانفجار الموجود بالسوبر، يعني فارق بس بالتأثير. تأثير القتل عبارة إنه راح يظهر أكثر من عاصفة من الفضاء، وبعد ما راح تنفجر راح يظهر لك هذا الشكل الرهيب. أنيميشن الرسبون عبارة إنه راح يظهر ثقب أسود، وبعد ما راح ترسبين راح يظهر لك هذا الدرع الملون نفس لون السكين. السكين الخامس راح يكون ستو الشرير، وهذا يعتبر ثاني أكثر أنيميشن طويل بسبب إنه ستو راح يظهر عين وراح تسوي تصرفات جدا غريبة وراح يظهر لك هذا
التأثير الحرفياً يحول العين ومن هذا الكلام. وبعدين راح نلبس هاي الخوذة وراح يظهر له أجنحة ونقدر نقول أيادي، وحرفياً راح يكون من أكثر الأنيميشنات مطولة ورهيبة بنفس الوقت. تأثيرات الضربة إنه راح يضرب لك أكثر من ضربتين أو نقدر نقول كراتين من الثقب الأسود، وراح يظهر لنا شوية إفكتات من خلف هاي الضربات، وحرفياً بعد ما تضرب أي شخص راح يظهر لنا نفس الضربات لكن بأنيميشن رهيب. أنيميشن السوبر عبارة إنه راح يظهر لك بعض الدرع بسرعة تكل عالية من خلال السوبر، وأيضا راح يظهر لك شوية شقوق نارية نفس السكن ستون خاص بالمتنمر أو السيء. أنيميشن القتل عبارة إنه راح تظهر يد عملاقة وتسحب هذا الشخص إلى الأرض، بمعنى إنه حرفيا هذا الشيء راح يكون من أكثر الأنيميشنيات قتل جدا مخيفة ورهيبة بنفس الوقت. يعني تخيل إنه يد تبلعك تحت الأرض ويظهر لك هذا الإفكت الغريب. أنيميشن الرسبو راح تظهر لك بركة من اللون البنفسجي وراح تظهر لك هذا الإيد اللي تبلع الأشخاص، لكن هالمرة راح تخليك تترسبين مع شوية درع إلى تأثيرات جدا رهيبة. والسكن السادس إمزين ما بكل اختصار راح يكون أنيميشن أيضا راح يحول الشخص من خلال هذا التأثير الغريب. أنيميشن الضربة عبارة إنه راح يظهر شلال وراح تظهر وراء كرات من الماء، وحرفيا هذا الشيء من أكثر الأشياء راح يخلي العدو يتشتت، وأصلا ما راح نشوف العدو نشوف بس الماء. أنيميشن السوبر عبارة إنه راح تظهر لك بركة من المياه وشوية نجوم غريبة ما تعرف مين إجت، وشوية فراشات جدا رهيبة، يعني حتى السوبر هنا جدا رهيب. أنيميشن القتل عبارة إنه راح يظهر لك بركة من المياه وراح يظهر لك هذا الدولفين أو ما أعرف شنو شكله، لكن حرفيا أنيميشن القتل راح يكون إلى ساعات جدا مبالغ بها بسبب إنه الإفكت جدا رهيب، وكذلك ما ننسى إفكتات الضربة والسوبر والمشية. أنيميشن الرسبو راح تظهر شوي من الورود وراها راح يظهر لك الدرع مع شوي من الماء وراح يظهر لك الدرع المائي، وحرفيا هذا الدرع كثر ما هو عجبني انا اشتري السكن 5 مرات. السكن قبل الاخير بول النجم الذهبي. انيميشن الدخول عباره انه بول راح يظهر من السماء مثل النيزك، وراح يظهر وراح يكون معصب من البدايه ويظهر لك السلاح ويظهر له اجنحه، ما اعرف ليش الاجنحه موجوده بهاي السكنات بس اوكي. انيميشن الضربه عباره اكثر من ضربه نجمه ذهبيه، بمعنى انه راح يرمي اكثر من نجوم، شيء منطقي لان نفس فكره السكن. اما السوبر راح يكون له فكره جدا رهيبه انه راح يكون عباره عن نجم متقدم ومن هذا الكلام الاخر، بمعنى انه راح يكون نجم ساقط او من هذا الكلام الاخر. انيميشن القتل عباره انه راح يظهر اكثر من نجمين راح يندمجان ويظهر لك هذا الشكل الغريب. انيميشن الرسبون انه راح يظهر رمز الشمس، وبعد ما راح يكتمل راح يظهر لك هذا الدرع الرهيب مع اللون الاصفر والذهبي، يعني حرفيا الدخول يا رهيب. واخر سكن عندنا هو سكن فانج البطل الخارق، ونسيت اسم الشخصيه، لكن عباره انه بس راح يلبس القناع ويضحك هاي الضحكه الغريبه وبس. انيميشن الضربه عباره انه كره من الليزر وشويه افكتات رهيبه، يعني تخيل انه تحس انه الضربه صارت اكبر بشكل مبالغ به. انيميشن السوبر نفس الضربة لكن راح يكون عبارة عن كرة من الليزر، يعني راح تكون نفس الضربة العادية لكن حيتحول على كرة من الليزر وشوية افكتات رهيبة. وانيميشن الرسبون عبارة انه راح يظهر نجم وراح يظهر لك شوية افكتات ودخان وراح يرسبنك نفس الرسبون العادي الخاص بسكن البريمو ذاك، لكن وصلنا نهاية هذا الفيديو. حرفيا سكناتهم جدا رهيبة، سكناتهم عبارة عن اجنحة، واحنا سكناتنا عبارة انه بس واحد لونه بنفسجي وعنده قرون سوداء، يعني اذا تشارك بها مسابقة وسوي هيك حرفيا فايز، زين قرونك سوداء ولونك بنفسجي، غريبين هذول الاشخاص. واذا تركزون هذول قاعد تفايتون لان انا مسيطر بالجيم. المهم بس وصلنا عند هذا الفيديو، لا تنسوا تشتركوا بالقناة لاجل نوصل اكثر من 100,000 او 50,000 قبل نهاية هاي السنة. المهم وبس، مع السلامة واخيرا.